قبل ذلك استمع السيد الفريق أول إلى عرض قدمه قائد الفرقة الأربعين للمشاة الميكانيكية حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي والأهداف المرجوة منه، قبل أن يتابع بميدان الرمي والمناورات بحماجير رفقة اللواء مصطفى اسماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة مجريات الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات المقحمة. التجميع استنزاف وتكبيد العدو أكبر الخسائر الممكنة في العداد والأرواح، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق عالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة. ناهيك عن الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المقتناة. وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة والاحترام الكبير للخطط الموضوعة والالتزام بالتوقيتات المقررة. من الجانب الأيمن والأيسر لخط الزج لوحدات النسق الأول، المهمة التكتيكية الأولى والثانية والثالثة. يقوم الطيران 128 لإجبار العدو.
الهجوم ورماد الصواريخ بالرد الفوري والتصدي له. وفي الختام التقى السيد الفريق أول بمستخدمي الوحدات المشاركة في هذا التمرين التكتيكي الذي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية، وهو النجاح الذي عاكس بصدق مستوى تحضير الإطارات والأفراد وجسد مدى توفر الكفاءات والمهارات العالية لدى القادة والأركانات، حيث حرص السيد الفريق أول على تهنئة إطارات وأفراد الوحدات المشاركة على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2022-2023، مؤكداً حرصه الشديد على مواصلة بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية الدائمة والتطوير المستمر لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي والدفع بها قدماً إلى ما ينسجم تماماً مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها. بعدها قام السيد الفريق أول بتفتيش وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية وكذا بقية الوحدات الأخرى المشاركة في هذا التمرين.